حتى عالموال تمسي ياسم ظبط حاله شعبه مديون وطفران العطرة عالشعب اللي عايش مذلول بوطنه متابعينا متابعي برنامج عالبال، اهلا وسهلا فيكم في حلقتنا الجديده على وكاله خبر الفلسطينيه. في حلقتنا لليوم رح نسال الناس في ذكرى استشهاد القائد ياسر عرفات عن شو بعني لهم هذا القائد الرمز الفلسطيني، فخليكم معنا حتى تشوفوا اجاباتهم. القائد ياسر عرفات هو كان زعيم للشعب الفلسطيني، هو قائد اسطوري وايقونه للشعب الفلسطيني، وكان قائد جامع لكل مكونات الشعب الفلسطيني، كان في عليه اجماع وطني فلسطيني من كل أطياف وفصائل العمل الوطني الفلسطيني ومختلف تواجدهم في فلسطين وفي الداخل وفي الشتاء. بصراحة أنا ما لحقته. كم كان عمرك في وقت استشهاده؟ يمكن صف أول كنت، فيعني ما بتذكر، يعني كنت بس أسمع عنه سمع من الناس من التلفزيون، أما أنه أنا ألحقه ما عمري لحقته أو شفته يعني شخصياً. بعرف تاريخ وفاة الرئيس عرفات اللي هي انطبعت في مخيلتنا وفي عقولنا، لأنه رحل عن الشعب الفلسطيني في وقت اللي كان بحاجته، ورحل في وقت وبطريقة ما كانش الشعب يتوقعها. فهي 11-11 تاريخ لا ينتسى، 15-11 الاستقلال، و 11-11 رحل الرئيس أبو عمار الله يرحمه. عالبال يا وطننا ماشي الحال وتعودنا، عالبال يا وطننا ماشي الحال وتعودنا. أكيد طبعا تصادف في مثل 11-11 الذكرى 18 لاستشهاد الرئيس الخالد فينا ياسر عرفات الذي نتذكره دائما وأبدا في كل المحافل. نتذكر عندما كان محاصرا في داخل المقاطعة أبو عمار الذي زرع فينا روح المعنوية والاحترام وكل ما معنى المقاومة. طبعا الشهيد الخالد ياسر عرفات استشهد في 11-11-2004 صحيح. استشهاده كانت عبارة عن صراحة فراق بين الإخوة الفلسطينيين، وكان استشهاده عبارة عن انقسام جغرافي سياسي كبير أثر على شعبنا الفلسطيني. فقدنا الحاضنة الرسمية للحركة الوطنية الفلسطينية بشكل عام برمتها وكافة الأحزاب. بالنسبة لأبو عمار كان يعني إيش كثير، وخطاباته كانت تقريبا يعني بدك تقول شبه واقعية. فيعني الرئيس الله يرحمه يعني كان حقيقي إنه رئيس وكان قائد. شو أكثر المواقف اللي له كان متذكرها مثلا، أو الأقوال المقولات؟ يعني بدي احكي لك يعني شغله واحده، فيش يعني كان خلينا نقول فقير او كان محتاج او كان هذا يدق بابه وما يرجع خايب، كان كل يعني كل دكه باب كان في له جواب لها. صراحة في عنا تقصير كبير من قبل الإعلام، مش بس فقط مع سيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات، حتى مع جميع قادة الثورة الفلسطينية والمراحل المختلفة اللي يعني كانت فيها الثورة الفلسطينية، إن كانت في الخارج قبل مجيئها إلى فلسطين من خلال توقيع اتفاقية أوسلو وتكوين السلطة الفلسطينية. فهناك كثير من القادة قدموا أرواحهم في معركة الحرية لتحقيق الدولة الفلسطينية وصولا إلى موضوع الحكم الذاتي وتشكيل السلطة الفلسطينية. أكثر حاجة بعد الحصار، بعد ما إسرائيل تحاصره بيومين، يطلع مزك لما كان في المقاطعة، لما كان في المقاطعة يومين يكون محاصر، بعد بيومين يطلع منتصر. كان يقول يا جبل ما يهزك ريح، واللي مش عاجبه يشرب من بحر غزة. عالبال يا وطننا ماشي الحال وتعودنا، عالبال يا وطننا ماشي الحال وتعودنا. فأنا بقول يعني أبو عمار هو أيقونة الشعب الفلسطيني،
فمن هذا المنطلق يجب علينا أن نحافظ على ذكراه وأن نحيي ذكراه بالشكل المطلوب والذي يليق. ممكن نحيي ذكراه في الشكل المطلوب؟ يعني إحنا بصراحة ما نحييه، يعني نحييه من خلال السير على دربه، بصراحة تعزيز المقاومة الشعبية السلمية كمان. هلا الرئيس كان رجل ثوري، ولكن في زماننا يعني قيادتنا الحكيمة بقيادة الأخ الرئيس أبو مازن هي اليوم مع المقاومة السلمية أحوج مما يكون من في هاي المقاومة. يعني أبو عمار ذكرى فروسنا وأقواله كانت المقولة الشهيرة اللي إحنا ما لحقت ما أنا ما أنا ما لحقتها، اللي هي لا تسقط غصن الزيتون من يدي جئتكم بالبندقية، ولما تحاصر إنه فلسطين مش للبيع، ولما تحاصر في المقاطعة كانت مش بس مقولة، كانت فترة يعني كلها لساتها فروسنا لما كانت الدبابات محاصرة أبو عمار، حاصرت كل اللي كانوا معاه وكانوا يفاوضوه على القضية وعلى الشعب الفلسطيني، وهو ما رضخ ولا استسلم، في الآخر ربنا يعني أخذ روحه شهيد. متابعينا متابعي برنامج على البال على وكالة خبر الفلسطينية، مع هذه الإجابات نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، واستنوني أنا بها بركات بمواضيع جديدة وحلقات جديدة.